مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج مراسلون الذي نصحبكم من خلاله بين مختلف قصصنا الاقتصادية والثقافية والاجتماعية برفقة مراسلين في الميدان وفي قصصنا لهذا الأسبوع. هنا في الشمال لا تسمع الموسيقى فحسب وإنما تصنع أنغامها ما بين الأزقة القديمة في بلدة ترشيحة. آفة العنف كالسرطان يتفشى في المجتمع ويفتك به من الداخل. مرحبا بكم من جديد. العلاقة الروحانية بين الإنسان والموسيقى تتجلى في ارتباط بطرس بشارة بآلة العود الخاصة به، وما بين رائحة الخشب والنوتات الموسيقية يصنع بطرس آلات العود والكمان بحب وشغف لا ينقطعان. العود ابن لإلي، علاقتي فيه علاقة روحانية قوية جدا. يعني أحيانا بكون لنفرض معصب، أكتر شيء بيروقني أمسك العود، يمكن ما عزفش عليه بس مجرد إنه أمسكه بفرض حال الوتر هيك أسمع رنة بسيطة بياخدك لبعيد. أنا بطرس بشارة من قرية ترشيحة وصانع آلات موسيقية العود والكمان على اختلاف أحجامه. انتماء لشغل الخشب، اشتغلت مع أعمامي في البلد، أعمامي نجارين معلمين، كنا أولاد صغار وعشقت شغل الخشب، ينظف المنجرة ويعطونا بعض الفلوس، وهيك صار عندي حب وعشق للخشب، وهيك بدي التعلق بالخشب وريحة الخشب، ومع الوقت بتعشق. فالآلات الموسيقية هي بالتأكيد شغل خشب زائد أكوستيكا، علم الصوت. فمع الوقت بعد ما صنعت العود وتجربة عمر في شغل الأخشاب صرت بحاجة لدراسي. أنا خريج معهد موسيقي في حيفا، معهد روبين موسيقى كلاسيكية غربية، حصلت على منحة من محافظة كريمونا بشمال إيطاليا، ولما قررت أطلع على إيطاليا قلت مستحيل أطلع على إيطاليا بدون ما أخذ عودي معي، لأنه هناك بدي يسألوك شو آلاتكم، عشو بتعزفوا. يعني أخذت العود معي وصنعت العود هناك، وكنا ننزل على المعهد وأرجي للمعلمين والطلاب إلى آخره. هاي هويتك، هويتك الوطنية. الخشب مادة تتنفس، مادة حي، رائحتها الرطوبة بتأثر عليها والجفاف بتأثر عليها، بعدين ليونة الخشب وجماليته. احنا يعني آلاتنا الشرقية لا تصنع من الحديد أو المعدن أو الآخر، كلها تصنع من الخشب، إن كان الناي من القصب، العودة الكمام من الخشب، القانون من الخشب. فالخشب مادة روحانية بالتأكيد، هذا له علاقة بطبيعتنا كبشر شرقيين وعرب. نحن شعب عاطفي، وموسيقتنا تعبير عن عاطفتنا، وآلاتنا آلات خشبية لتعطينا هذا الصوت العاطفي. العود هي الآلة الأكثر شعبية في المجتمعات العربية بالتأكيد. العود آلة تحضن وفيها تجويف، يعني لمسة الوتر وصوت العود يلامس قلبك، أنت كما تحضن حبيبتك أو طفلك أو طفلتك. فالعود آلة جدا حساسة، صوتها مرهف. لما بصنع آلة العود أنت عم تصنع روح مش بتحكي، بتغني، بتنتج موسيقى. فشو طبيعة هالصوت، مواصفاته، خامته، قوته، جهوريته. فالعود روح.
مجموعة شبابية مستقلة تنظم مبادرات مجتمعية في كفر كنة من شأنها تلبية حاجات شرائح المجتمع. معرض كتاب كتابك يهدف لتعزيز التكافل بين أفراد المجتمع من خلال جمع الكتب وتقديمها لعائلات كناوية أخرى. مجموعة إحياء هي مجموعة شبابية مستقلة مبادرة لكثير مشاريع من 3 سنوات في كفر كنا. من 2 سنين كان في عنا مشروع لمساعدة العائلات في رمضان والعيد من خلال تقديم طرود غذائية. بعد هذول 2 سنين حبينا أن احنا نقوم بمشروع ليلبي حاجات أكبر يعني يصل لكل شرائح كفر كنا. ومن هون أجت فكرة كتابي كتابك، واللي هي فكرتها أنه كل بيت كناوي يتبرع ولو بكتاب أو مجموعة كتب مدرسية أو قصص أو إثرائية ليقدمها لعائلات كناوية أخرى. إحنا خلال تقريباً 3 أشهر عملنا على تحضير هذا المشروع، جمعنا ما يقارب 2000 كتاب فرزناهن. كل الكتب اللي اليوم موجودة عندنا هون في المعرض هي كتب اللي في المناهج، كتب اللي هي إثرائية يعني تخدم كافة الأجيال. هدف المشروع الأول والأساسي والرئيسي هو التكافل والتعاون ما بين شرائح البلد كافة. كل بيت كناوي كان شريك في هذا المشروع. أنا أجيت هون كمتطوعة في مشروع كتابي كتابك اللي هو بمبادرة من مجموعة إحياء ووحدة الشباب الكناوي. طبعاً إحنا عملنا هذا المشروع كتابي كتابك لنخفف عبء على أولياء أمور الطلاب من ناحية مادية أو من ناحية كتب مدرسية أو قرطاسية أو حتى في زاوية اللي هي للإثراء والروايات اللي هي لها أهمية كثير عظيمة. إحنا كشباب عنا كثير طاقات اللي نقدر نستغلها، زي ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نصرت بالشباب، فإحنا لازم نستغل هاي الفرص. لما يكون في فرص هيك زي هيك إحنا نبادر نتطوع نساعد. انطلاقاً من دافع البحث عن منبر لطرح التعددية الثقافية العربية في البلاد، أقيم مسرح الميدان في حيفا كمسرح قومي شامل لجميع الفلسطينيين في البلاد. أعمال مسرحية تقدم اهتمامات العرب وأحلامهم ومشاكلهم بتجدد وإبداع. المسرح هذا أقيم سنة 1995، بدينا نشتغل فيه في سنة 1996، وقيم على خلفية إنه كان بدنا عم ندور على مسرح اللي هو يطلع صوتنا الحقيقي في نهاية الأمر ونعمل إبداع حقيقي، لأنه لحديت هذاك الوقت لحديت 1995 على مدى السنين كان سياسة الصهر، يعني بدهم يصهروا كمان الفلسطينيين في الداخل، بدهم يصهروهم ويصيروا إسرائيلية كمان من ناحية ثقافية وكمان من ناحية يعني شوي شوي يتخلوا عن أصول وعن ثقافة وعن قومية. ف هاي كانت الأجواء في 1995. وصلوا لوعي في الوزارة، وخصوصا بدأ أنا يعني أذكر شولاميت ألوني إنه لا، في تعددية ثقافية في البلاد اللي لازم إنه خدها في عين الاعتبار، وإنه العرب إن من أهم هاي العلامات للتعددية الثقافية، اللي عندهم ثقافة خاصة لإلهم، عندهم خصوصية ثقافية، خصوصية قومية، خصوصية اجتماعية، خصوصية دينية، كل هذا ما بعد لازم يأخذ في عين الاعتبار. وعلى هاي الخلفية أقيم مسرح الميدان على أساس مسرح قومي شامل لكل الفلسطينيين في الداخل. عملت مسرحيات لأول مرة، إحنا بنطلب كنا من مسرحيين يكتبوا مسرحيات اللي هي تهمنا إحنا، تحكي عن ألامنا، عن أحلامنا، عن مشاكلنا. اليوم اللي أعماله بيصير هي بطلت عملية تضييق أو تسويق أو يلا منضايع عليه من هون بخدش المسرحية هاي أو كذا وشي، إنما صارت عملية نسف إلغاء تام. وهاي ما صارش منها في تاريخ المسرح هون بلبنان، ما صارش منها ولا بمسرح عبري ولا بمسرح عربي. فبيظهر إنه إحنا كنا شوكي في حالنا، بس ما فيش خيار تاني، يا منكون إحنا يا منكون ولا إشي تابعين. أنا بتذكر وهيك قصيدة صغيرة لأدونيس بقول فيها
بين الصدى والصوت مسافة. الأول الناطق مثل قمر مكسر، والثاني الصامت مثل طفل ينام كل ليلة بين يدي بركان. هذا النوع من الإبداع، هذا اللي إحنا نطلبه، إنه إحنا نضلنا أحياء، مش نكون قمر يعكس أضواء الآخرين. أولادنا في لندن، مسرحية كوميدية تناقش قضية الجاليات العربية في الخارج وتطرح المصاعب التي يواجهها المغترب لأسباب مختلفة. عرض ينقل فكرة الغربة والعمل من أجل مستقبل أفضل خارج الوطن الأصلي. هاي المسرحية اللي هي تحت اسم أولادنا في لندن، اللي هي بتحكي عن كل الجاليات العربية عملياً، إن كانت راح تلتحق في التعليم والتدريس أو تشتغل منشان كسب عيش والرزق. مسرحية مبنية كوميدية انكتبت في وقتها حوالي ثلاث ساعات. هذا بيدل على الشعب المصري إنه كان يكون يطلع سهرة المسرح كسهرة إثراء، سهرة غنية. دور بالمسرحية كان هو عبده، وكان في كمان عندي دورين اللي هن روميو وام سمير. روميو وام سمير هدول ادوار ما كانوش مكتوبات، بس عاصم زعب المخرج هو فوتهن على المسرح عشان يعطي كوميديا سودا لهي المشاهد. تجربة كانت تجربة يعني خيالية عن جد، واني كمان هقدر افوت بجسم شاب واغير كل حركاته وانتبه لتفاصيل صغيرة، هاد كان اشي جديد بالنسبة لي، انا ما كنتش متعودة أتحرك كشاب، واكتشفت قديش الإشي مش هوين بالبساطة اللي أنا كنت فكرتها. التجربة كانت كتير حلوة عن جد، وبتدخل زي متعة معينة، وأنا حبيتها وحسيت إني قدمتني، قدمت المستوى تاعي. كان موقف تغير كل الوقت. كطلاب مسرح بعطيهم الإمكانيات إنه شباب يعملوا دور بنات أو بنات يعملوا كتدريب معين، منه كمان تجربة حلوة لإلهن، ومنه يعني تعمل شيء اللي هو مغاير، لأنه القدرات ما لهاش علاقة، لا تتعلق لا بشاب ولا ببنت تقدر أنت تعمل كل هذا الشغل. إنسانية وعطاء ومحبة، قيم يحملها بشير نمراوي منذ اختياره دراسة تخصص الطب حتى تأسيسه جمعية في أمل للتبرع بالدم، مشروع جاء من ألام فقدان والدته بمرض السرطان ليصل إلى تقديم الأمل بالعلاج والتعافي للعائلات والأفراد. تربيت في عيلة اللي هي بتحب مجال الطب وبتشتغل في مجال الطب، وبلهذا السبب أنا اخترت مجال الطب، لأنه شفت قديش هن عندهم الإنسانية والعطاء والمحبة لكل الناس. فلهذا السبب أنا طلعت تعلمت الطب برا خارج البلاد. في أول سنة مرت ظروف علي كثير صعبة، اللي هي وصلني خبر إنه الوالدة عندها مرض السرطان، فالشي كان كثير علي صعب في أول سنة في بداية تعليمي، فأنا تطورت أكثر، حبيت الموضوع أكثر. في سنة ثانية آخرها توفت الوالدة، كنت أيام والليالي ما نمش أفكر كيف ممكن أن أساعد مرضى. شفت قديش أمي كانت بحاجة ليوميا وجبات دم، لهذا السبب أنا حسيت وشعرت قديش كنت أشوف يعني بفترة اللي هي فرصتي لما أكون في البلاد أروح على المستشفى يومياً إني تتلقى اللي هو وجبة الدم. فكرت هناك كثير، كنت أيام والليالي ما نمش أفكر كيف ممكن إني أساعد مرضى، كيف ممكن أساعد مرضى اللي هي ما عندها الكفاية إنها تساعد نفسها أو العيلة نفسها ما بتقدر تساعدها، اللي هو من ناحية مادية، من ناحية علاجية، من ناحية كثير شغلات. كنت أشوف قديش العلاجات بتكلف من خارج البلاد، لهذا السبب أنا فكرت شو ممكن إني أعمل، اللي هو في بني آدمين اللي وضع المادي مش كل هالقد.
فأقامت جمعية اللي سميتها في أمل، لأنه عن جد لآخر لحظة في من وقت وفاة الوالدة كان عندي أمل، ورغم إنها توفت فظل عندي الأمل موجود إنه في بكرة أحلى ورح يصير أحلى ورح يصير علاجات ورح يصير إن شاء الله دعم أكثر. أول مشروع اللي هو تبرعات الدم كان في 2021 بال2016، عملته في دير حنة، كان يوم كثير ناجح جداً، والوجبات كلها تراحت لمرضى السرطان. في هذا اليوم أنا قعدت مع مدير بنك الدم واتفقنا أنه نقوم إحنا في أعمال تطوعية اللي هي دعم لبنك الدم نفسه عن طريق وجبات الدم، نفوت على المدارس نحكي عن أهمية العلاجات، نحكي عن أهمية الدم، قديش تبرع الدم راح يفيد. في هاي الفترة أنا رجعت على البلاد وعم بكثف حملات التبرعات في الدم، وإحنا اليوم متواجدين في عرابي والحمد لله زي ما بيقولوا أهل الخير موجودين في كل محل، وإحنا كل مرة عم نزيد. هذا الإشي كله بزيادة الوعي عندنا في المجتمع العربي. العنف والجريمة داء يتفشى ويتزايد بين أبناء المجتمع العربي. دعوات من أهالي النقب لإيجاد طرق وحلول سريعة تساعد على تغيير الواقع والنهوض بالمجتمع للتخلص من ظاهرة باتت تهدد السلم الأهلية في البلاد. العنف كالوحش يغرس أنيابه في جسد المجتمع، ينهش فيه فلا يفرق بين طفل أو سيدة أو عجوز، ولكن الأمل بالتغيير موجود. دور الشرطة واضح جدا بل محوري في الوصول إلى المجرمين وإلى عائلات الإجرام، إلى رؤوس الإجرام، إلى كل عن البنية التحتية للإجرام، كما أنهم اجتثوا هذا الأمر في المجتمع الإسرائيلي أن يجتثوا أيضا في المجتمع العربي، هذا الشيء واضح جدا. الناس الآن بحاجة إلى هزة قوية جدا لكي تشعروا فورا بأن الجناية والقتل والجريمة يدفع ثمنها بشكل باهظ وقاسي جدا لكي يردعه عن الجريمة القادمة. فبالفعل يعني هذه إحدى الجزئيات. مجتمعنا كان في السابق يعني تستطيع من خلال العشيرة، من خلال العائلة الكبيرة، أن تؤدب كل الأفراد، لأنه هنالك سيطرة أو هنالك وجاهة للعائلة وقدرة يعني تأثير على الفرد، وأصبح هذا الفرد يحسب حساب عندما تغرم العائلة أن هذا الكلام سينصب عليه، الآن أصبح لا يبالي بذلك. نحن بحاجة إلى محاولات اختراق هذه الحواجز الفكرية الذهنية التي ترسخت، بحيث أن كل إنسان يأخذ حقه بيده. يجب أن نغير هذه المعادلة إلى أننا مجتمع، يجب أن نحرص على سمعته الكلية، على دورنا كمجتمع ككل. يعني أي نزاع بين اثنين في عائلة معينة هم يظنون أن القضية بينهم، لكنها سرعان ما تصل إلى الإعلام، سرعان ما تتحول إلى قضية لكل البلد، البلد الفلانية أصبح دخلت في قائمة الجريمة، ثم تتحول إلى تصبح يعني صبغة سلبية على مجتمعنا العربي كله. أنا في مساحة البيت هنا، أيضا هنا في كمان كاميرا بتصور الحدث اللي صار معي. هي أنا حولتها لقضية رأي عام، لأنها تحدث في مجتمعنا كثير، لكن مش كل إنسان يستطيع إعلاء هذا الحدث على الإعلام ويخلق من مسألة رأي عام. وأنا كنت معني في الشيء هذا حتى الناس تتفتح حول الموضوع هذا ويكونوا ككتلة واحدة يحاربوا مشروع العنف المنظم. الكاميرا اللي شفتوها قبل شوية، شوف جاء راحته. الحدث اللي صار انه استيقظنا على صباح يعني هذاك اليوم اللي صار فيه الحدث، ان السياره مكسره كليا، كل الزجاج تبعها على خلفيه مجهوله، مش عارفين لا السبب ولا المسبب. هذا الشيء اللي محيرنا، يعني هذا الشيء اللي هو مقلقنا ومحيرنا، يعني مش عارفين السبب ولا المسبب. وانا يعني فحصت حالي كويس، ما عندي خلافات اطلاقا مع اي شخص بعرفه،
إطلاقا. وحاولت أفتش إذا في إشكاليات لو بسيطة لو صغيرة، لم أجد ذلك إطلاقا. قدمت شكوى في الشرطة، الشرطة طبعا بتبحث وبتحقق في الأمر حتى تجد يعني المجرم الحقيقي اللي ارتكب هذه الجريمة. الله يرحمنا ونحن لن نرحم بعضنا البعض، إلى أين وصلنا؟ هذه الكارثة وهذه المصيبة على ماذا؟ على ماذا؟ كل الشباب يريدون أن يحصلوا على أموال بطريقة سهلة وأسرع طريقة. عندما تتحدث عن الخاوة، تتحدث عن الإجرام، تتحدث عن المخدرات، تتحدث عن كل وسائل، وهذه وسيلة وهذه عملية ممنهجة ومبرمجة، لها برنامج من قبل بعض الشخصيات في المؤسسات الإسرائيلية. نتحدث عن حتى المجتمع أن يتعافى من كافة هذه المشاكل، علينا العمل الجميع، عليه العمل، الانطلاق من البيت، أن نربي أبنائنا. إحنا بنقول هم واحد وشعب واحد وكل شيء واحد، بس إحنا بالعكس تماما. بدل ما نحكي عن التسامح ونشر وزرع المحبة والتسامح والأخوة فيما بيننا، نحن نزرع العكس. لم يقف زواجها المبكر عائقا أمام طموحها وشغفها بالاختصاص في مجال التجميل. سعت رولا عوض الله من عين نقوبة ورأى هدفها من خلال تطوير مهاراتها بالتسجيل في دورات تدريبية لتنمية موهبتها واحترافها للمهنة. رولا عوض الله من عين نقوبة، هي متجوزة، عندي 3 أولاد، وبشتغل في الكوسمتيكا في مجال التجميل. هذا المجال هواية منه أنا صغيرة، يعني بحب الإشي ونفسي أفوت في مجال التجميل. أول إشي تجوزت صغيرة 16 سنة، وبلشت أتعلم من جيل 18، فت في المجال، بلشت في شعر، مكياج، أظافر. كل ما أخلص كورس أسجل لكورس تاني دغري، يعني دورة ورا دورة، كل دورة كانت تأخذ فترة طويلة، يعني فيش إشي كان يخلص في شهر وشهرين، يعني في دورات أخذت معي 2 سنين، ولحد الآن بتعلم، يعني ما وقفتش، مع أني أخذت تقريبا كل شهادات تجميل، مكياج، بشرة. كان الإشي صعب إنه أتجوز في جيل صغير وفي نفس الوقت في طموحات، ودائماً كنت أفكر كيف بدي أتقدم، كيف بدي أصير، وكيف بدي أتعلم. برضو جبت أول ولد كان عمري 18 سنة، بس ما وقفتش ولا إشي وقفني، كنت أجيب أولاد، كان في دعم طبعاً من جوزي ودار حماي، الأهل. أكتر شخص دعمني منه أنا صغيرة كتير، 17-18 سنة كنت، أخوي، وبحب أوجه له شكر خاص كتير كبير. في نفس الوقت يعني عندي زي فاصل شغل والبيت، بخليش أولادي يحسوا في الإشي هاد. أنا يعني إلي في المجال 9 سنين، وفي تغيير كبير، يعني من 9 سنين لليوم تغيير كبير من ناحية التجميل. البنات أكثر بتهتم في حالها، وكل البنات تقريبا تعا نحكي 90% بدهم يطلعوا في منظر حلو لائق من ناحية أظافر، بشرة، حواجب، كيف يكون الحاجب مرسوم منيح، مرتب منيح، مش زي زمان. زمان ما كانوش يهتموا هيك، خص نصف البلد عنا، يعني في القرية عنا. أهم إشي عندي في المحل عندي لما أستقبل الزبونة إنه تفوت تكون الجو مريح وأنا أكون مريحة للزبون. أنا الزباين اللي عندي بيجوا من كل المناطق اللي حوالي وحتى من بعيد، عرب أول إشي، ويهود كمان بيجي عندي، يعني تقريبا نفس النسبة اليهودية والعربية بيجوا عندي. بحب أوجه إشي للبنات والنساء العربيات،
تخص ناس العرب، لأنه منتجوز في جيل صغير وعن جد جيل 16-17 بتجوزوا، والإشي هذا مش بتقدمش كمان عنا في البلد. لليوم بتجوزوا صغار 16-17-14 البنت بتخطب. بحب أحكي لهم حتى لو خطبتوا وتجوزتوا صغار ما توقفوش، يعني كل واحدة عندها هدف أحلام تستمر فيها، تتعلم طموحات أحلامها ما توقفش حتى لو تجوزتي. استطاع عرض الأزياء الفلسطيني العالمي قاهر حرحش الخروج عن القيود التي تعرقل وصوله إلى حلمه، ويسعى إلى عكس الجانب الإيجابي للهوية الفلسطينية من خلال عروض الأزياء التي يقدمها في مناطق مختلفة من العالم. أول إشي اسمي قاهر حرحش من القدس وادي الجوز، تربيت وترعرعت هون طول حياتي، هلأ طبعاً عايش في برلين، نقلت هناك عشان أكمل الأزياء. بلشت أفكر بالأزياء لما كان عمري 8 سنين، كنا إحنا وإخوتي نقعد نحضر قناة فاشن تي في، فلما طلعنا على التلفزيون كان في عرض أزياء اسمه هلأ هو تايسون بيكفورد، أصله أفريقي من أمريكا، ولما شفت هذا الإشي صرت أحكي طب إيش هذا اللي بيسويه؟ إنه بيمشي بس على مسلول كيف بنحكي، والناس بتطلع وزي كأنه اللبس اللابسه بتصير زي القصة الواحد الأواعي اللي لابسها. حاولت أقدم على شركات عنا بالبلد، agencies هم يعني اللي بيكونوا مسؤولين عن العارضين الأزياء، فأكتريتهم حكوا هم كانوا شركات يعني في تل أبيب، أكتريتهم حكوا يعني إحنا مش منفتحين لعرض أزياء فلسطيني، يعني هيك عن بالطريقة هاي كانوا يحكوا. حزت شوي في نفسي فحكيت خلص يعني الواحد ليش يضل هون، الواحد بينفع يطلع برا البلد يفرجي إنه مش لازم يستسلم، الواحد بالعكس يلحق اللي بده إياه وطموحاته لازم يلحقها، لأنه إذا ما بيلحقها بصير الواحد تعيس، صح ولا لا؟ بألمانيا وبالعالم كله يعني ما في شخص عربي أو الأستاتيك يعني بالعربي المنظر تبع العرب مش موجود بالأزياء، ومن وقتها بلشت أشتغل مع براندز عالمية زي دولتشي جابانا، زي هيوغو بوس، ماجازينز زي فوغ، زي في مان، كثير مجلات هيك، يعني الحقيقة الواحد بنسى صار الأسامي من كتر ما الإشي صار خلص زي ستامب، لأنه صار زي ختمة، فالواحد مرات بيحكي لوين كنت ولوين وصلت عن جد. يعني من ناحية أهل يعني أهلي بالبداية حكوا إنه إيش يعني ليش بدك تسوي هذا الإشي، ليش ما بدك تصير مثلاً بيطري أو دكتور أسنان أو إبصر إيش، فحكيت ليش ما الواحد يعمل عن جد اللي بده يحبه. أكيد العيلة يعني أهلي وأمي وهيك بتقبلوا الإشي وبالعكس بيشوفوه كأنه افتخار، يعني بيفتخروا في هذا الإشي. للناس اللي بدها تدخل بالأزياء وللناس اللي بدها تصير مغنية وللناس اللي بدهم يصيروا بالرأي يدخلوا بالرأس أو بأي إشي بالفنون، إذا خايفين من المجتمع هذا عن جد من أقل خوف لازم يكون عندكم، لأنه بالآخر المجتمع بتغير. إذا الواحد عن جد بحط راسه بشغلة وفي إله حب في إله شغف بفكر بالإشي بيقدر يوصل، عن جد بيقدر يوصل، وكيف ما بيحكوا بالإنجليزي The sky is the limit. السماء هي الحدود. مشاهدينا إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.